وضمن مساحتنا التربوية دائما نحن بصباحنا غير بنعطي مساحة للأطفال والمشاكل الطفولية اللي بيعانوا منها وخاصة بعمر مبكر. اليوم كثير عم نسمع عن صعوبات التعلم قد ايه له تأثير سلبي على نفسية الطفل إن كان بالمدرسة إن كان بين رفقاته، قد ايه هو اليوم ممكن يشعر بالإحراج وقت اللي بيشوف إنه هو غير أقرانه. صحيح رشا، قديش أطفال ممكن يشعروا بالأحباط لما الأهل حتى ما يعرفوا يتعاملوا معهم أو حتى يعني يتضايقوا منهم أو يعيرون شوي إنه أنت ما عم تفهم ما عم تستوعب، قديش هاي الكلمات بتكون قاسية على طفل بيعاني من مشكلة وهو ما له ذنب فيها. صحيح نرمين، يمكن هاي القصة أكثر شيء ممكن تزعج الطفل، إنه بدل اليوم أنا ما أفهم طفلي أعرف مشكلته وأروح لعلاجه، أنا اليوم عم استخدمه كسخرية ببعض الألقاب إن كان من الأهل وإن كان من الأصدقاء. لنحكي اليوم عن صعوبات التعلم وشو أسبابه وإيمت الأهل المفروض ينتبهوا إذا طفل عنده هاي المشكلة أو لا. هدول المعلومات وغيرهم حيخبرنا عنه ضيفنا لليوم الأستاذ حيان غرة أخصائي تربوي. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نتعرف مع حضرتك على مفهوم صعوبات التعلم أو إذا بندرج تحته بعض الأمراض. تمام، على صعوبات التعلم بشكل عام رح نحكي عنهم، هي شوية مشاكل بيعاني منه الطفل لما بده يكتسب خبرة جديدة أثناء فترة تعلمه إن كانت ما قبل المدرسة أو ما بعد المدرسة. هاي المشاكل بتسبب له مشاكل لاحقة تانية. تمام، بدي يميز بين شغلتين، بين صعوبات التعلم وإعاقات التعلم. صعوبة التعلم بيكون الطفل سليم 100%، ما عنده أي خلل دماغي، بس هيك بيكون عنده شوية مشاكل باكتساب المعرفة مقارنة بأقرانه يعني الأطفال من نفس جيله. إعاقات التعلم بيكون عندي خلل دماغي سببه الجينات الوراثية أو شيء مثل متلازمة داون، هدول بدهم رعاية خاصة فيهم بمدارس خاصة أو بمدارس الدمج اللي حاليا موجودة بسوريا بكل منطقة في مدرسة الدمج. فهدول التنتين لازم ميز بيناتهم. صعوبات التعلم إلى كتير أسباب خليني أقول عنها، وفي لما أنا اليوم مثل ما تفضلت وحكيته الأهل أهم شيء، إنه أنا لازم أنتبه إنه ابني عنده صعوبة تعلم مشان أنا أدارك هذا الموضوع. قبل ما نرفوت بهدول القصص ذكرت نقطة، اليوم نحن عم كصعوبات تعلم هل عم نقصد اليوم إدراك الطفل إنه هو اليوم أقل من أقرانه؟ ممكن نحن ننتبه على هاي القصة؟ هو ما هو أقل من أقرانه، هو أصلاً لا ما له في نسبة ذكاء معينة إنه هو أقل من أقرانه، هو بيكون عنده صعوبة باكتساب خليني أقول لك الخبرة الجديدة. في حدا سريع التعلم في حدا بطيء التعلم، تمام. فهو صعوبات التعلم تندرج تحت هذا البند، انه هو بطيء التعلم شوي بده فتره خليني اقول زمنيه اطول حتى يوصل للمرحله اللي وصل سريع التعلم. هي كل القصه ادراكيا يعني. خلينا نروح للاعراض. الاعراض اليوم خليني اقول اول شغله بجوز عنده صعوبه بالكتابه، عنده صعوبه بفهم الحديث، عنده صعوبه بطريقه مسك القلم بنسميه عسر التنسيق، عنده صعوبه بتجميع إذا بدي أحكي عن الرياضيات اللي هي اليوم كل العالم بتعاني منها، فهم الأعداد، طريقة تركيبة، العد، هدول كل هدول القصص بلاقيهم حتى أعرف إنه هذا الطفل عنده صعوبة تعلم. لازم شوف هدول الأسباب وتابعهم، مو يعني اليوم إنه هدول الموجودين تمام يعني هو عنده ضعف أكاديمي، لكمان لازم ميز بين هدول النقطتين، الضعف الأكاديمي التحصيل يعني الدراسي وصعوبات التعلم. هو اي عمر دكتور؟ ما في هلا ما فينا نقول نحن بعمر محدد، تمام. اليوم اذا انا مفوت الطفل على روضه فبينوا بالروضه، اذا ما مفوته فهو بالمرحله الدراسيه الاولى، وبتبين اكثر شيء بالمرحله الدراسيه الاولى لان يعني اغلب الانشطه بتكون بالروضات هي تعليميه بس ترفيهيه بشكل عام. فهي المرحله التعليميه الاولى المدرسه الابتدائيه، خصوصا السنه الاولى والثانيه بيكون صف اول وثاني اكثر شيء ببينوا فيها هذول المراحل. طبعا بدي التعاون بين المدرسة والأهل شيء ضروري مشان اكتشفها لهي القصة. طيب خلينا نحكي أكثر أستاذ حيان الموضوع بموضوع صعوبات التعلم، ذكرت فيه أنواع، خلينا ولو سريعا هيك نحكي عن كل مشكلة من هي المشاكل وشو ممكن يكون الحل تبعها، أو ممكن إذا الأهل حابين يساعدوا طفلهم مثلا وين ممكن يبدأوا. تمام، هلا أنا رح بلش بأول شغلة هي عسر القراءة بنسميه، تمام، ما رح سميه اضطراب لأنه مشان ما أندرج تحت البنود النفسية. فعسر القراءة ببلش هذا عصر القراءة بلاقي منه قصص إنه الطالب ما بيستطيع يميز بين الحرف المتشابهة مثل الباء والتاء والثاء أو الجيم والحاء، ما بيستطيع يميز بين لما بيكون عنده أفكار تمام ما بيستطيع يفرغها بطريقة معينة. عصر القراءة بيقودني لنوع ثاني من أنواع صعوبات التعلم هو عصر الكتابة،
تمام. يعني لما ما بستطيع اعبر فانا ما بعرف بكتب، لما ما بستطيع انا ميز بين الاحرف المتشابهه فانا ما راح اعرف موضوع اثناء الكتابه بالجمله او الحرف. هذول الاثنين كمان، هذول العسرين بيقودوني لشيء ثالث اسمه عسر الكلام. لما انا تعبير الكتابي وتعبير القراءه ما فيني، فانا بصير عندي نوع من عسر الكلام، بصير عندي نوع من التأتأة، خليني اسميه كمان نوع من انواع صعوبات التعلم. كيف بعالجهم؟ في اول شيء الاهل اللي هن الاساس، لازم يعرفوا كل شيء عن صعوبات التعلم، كيف لازم انا امشي مع ابني، مو دائما لازم تكون مثل غيرك، يعني تفهم المقارنه هي بنبعد عنها بشكل اجباري. تمام، لان لما بقارن بسبب له نوع من انواع الحاله النفسيه تبعه بصير سيئه، يمكن توصل فيه لمرحله الاكتئاب والانعزال، بصير لحاله يعني ما عاد بيتعاطى مع العالم. فبدي اول شيء احتوي لهذا الطفل، حبه مثل ما هو، هي اهم شغله. تمام، لما بعطيه هذا الدافع وهذا الحنان وهذا المحبه هو بيصير لحاله يسعى ليصير احسن، ليكتسب المعارف بشكل احسن. فاليوم الاهل هن الاساس، المدرسه كمان لها دور، لان كمان بيقضي نص وقته تقريبا بالمدرسه. فبجوز يكون اليوم الارشاد النفسي والارشاد الاجتماعي، حتى بعض المعلمين عندهم قدره للتعامل مع صعوبات التعلم، لان في كثير دورات عم تعملها وزاره التربيه بهي القصه. بس اليوم اذا نحن اليوم ما خبرنا الاداره انه ابني بيعاني شوي من صعوبات التعلم، ما عم يفهم شوي الحساب، ما عم يفهم شوي القراءه، ما عم يميز بين الحروف، فمو كثير، لان عدد الطلاب عندنا بصفوف كثير عالي. فلازم انا اخبر المدرسه كاهل مشان نتعاون، يصير بيناتنا تعاون حتى انا اقدر اعالج هذا الطفل من هاي الصعوبات، وخليه يتغلب عليها حتى مو انه اعالجه، خليه يتغلب على هاي الصعوبات مشان يصير مثله مثل اقرانه بمرحله. طيب ذكرت حضرتك انه اليوم التشاركيه بين المدرسه والاهل هي اهم الخطوات بطريق العلاج عند الاطفال اللي عندهم صعوبات التعلم، شو في كمان نحن طرق ثانيه نحن نستخدمها مع الاطفال؟ هلا في اليوم لكل صعوبه التعلم منهاج، خليني اسميه او طريقه. تمام، خلينا نحكي ادراكيا اليوم كونه اخذنا حاله انه عصر القراءه الكتابه. تمام، هلا اليوم انا لما الطالب عنده او الطفل عنده عسر كتابه، اول شغله بدي الجا لتعليمه كيفيه مسك القلم بشكل صحيح. تمام، بدي اعطيه الوقت اللازم والكافي، يعني اليوم في عالم تكتب بسرعه هو بيكون بجوز عنده شوي. تمام، فبدي اعطيه الوقت حتى يخلص، مو اجبره انه لازم تخلص مثلك مثل رفقاتك. فاليوم فيني بجمعهم لكل شيء عنده صعوبات تعلم بنفس المجال، مثلا صعوبات تعلم بالقراءه، صعوبات تعلم بالكتابه، حطهم بصف واحد، ممكن بعد المدرسة أو ممكن خلال أيام العطل. تمام، حتى يتجاوزوا هاي المرحلة أعطيهم شوية تدريبات، علمهم على طريقة أسرع بالكتابة. تمام، بالتدريب طبعا، لأن يعني ما بتجي فورا، فهي بدها وقت. تمام، في منهاج خاص بهدول القصص اسمه IEB. تمام، لكل نوع من أنواع صعوبات التعلم في لهم منهاج خاص، تراتبية معينة بنمشي بفترة أولى على راحة التلميذ، الفترة الثانية بيننا وبينه، الفترة الثالثة بصير هو اللي عم بأنجزه ونحن قاعدين برا بس عم نتفرج على أنجازه. فاليوم كل مرحلة من المراحل أو كل نوع من أنواع صعوبات التعلم له طريقة خاصة فيه، لأن اليوم عسر القراءة غير عسر الكتابة. تمام، غير عسر النطق خليني نسميه، وفي عندنا العسر عسر التنسيق الحركي. تمام، لما بيكون الطالب اليوم عم يعطيه بالرياضة مثلا تمرين مركب، فهو اليوم ما بيعرف يعمله، بيكون عنده مشكلة بالتنسيق الحركي. في عالم اليوم هي وعم تكتب ما بتعرف تسمع وبتكتب سوا، كمان هذا نوع من أنواع صعوبات التعلم. بدي انتبه على هدول القصص كلياتهم، ولما بدي حط البرنامج العلاج الخاص فيه خليني اسميه، لازم صنفه صح حتى امشي فيه صح. طب خلينا نحكي أكثر اليوم عن هي الصعوبات، إذا ما تم معالجتها شو الخطورة اللي ممكن تصير، وهي ممكن تروح لحالة يعني مع التقدم بالسنين والخبرات وأنه الواحد يفوت على المدرسة والجامعة، ولا لا بده يضل شيء من أثرها بعد ما يكبر الواحد؟ هلا هي ما بتروح لحالة، هي أول شغلة لازم أنا أعرفها كأهل وكمدرسة، ولازم أشتغل عليها مشان خلي الطالب يتجاوز الآثار تبعها، لأن هي أصلا مستمرة ما بتروح أبدا. تمام، فبدي خلي الطالب بأي مرحلة كان فيها، بأي مرحلة اكتشفناها فيها، يتجاوز هي المرحلة اللي هو فيها أو المشاكل اللي بتسبب له إياها صعوبات التعلم. اليوم على أي أساس بدي أشتغل؟ مثل ما قلت لك بدي أشخص بالأول شو نوع صعوبة التعلم وأشتغل عليها. لما أنا بشتغل وهو بيساعدني الطالب، تمام، فأنا بوصل لمرحلة إنه أنا خففت له الآثار تبعها بقدرته هو كطالب. بيختلف حتى القدرات بين الطلاب لما أنا بدي أجي أخفف صعوبات التعلم. كمان. تمام، هي ما بتختفي أبداً،
تمام حسب المراجع العلمية هي مستمرة بس الآثار تبعها بتقل. حتى لو نحن مثلا خضعنا لها لكورسات معينة حاولنا لما أنا اليوم بخضع تمام بخضع لكورس معين تمام وما بضل مستمر فيه ولو فت كل شهر مثلا رجعوا شوي على تدريب فأنا إجباري بيفقدها لهي المهارة فبترجع لعندي المشكلة. فهو المفروض أنه أنا لما يكون عندي صعوبات تعلم اتجاوزها ما أقطع يعني كل شهرين كل ثلاثة أو كل شهر خليني أرجع أعمل بس ترينينج واحد من هدول التدريبات اللي عملتها لتخفيف الآثار تبعي مشان ما ترجع لهي الآثار. طيب خلينا نحكي يعني اليوم الطفل لحتى يكون بهذا المرحلة يعني شو هي الأسباب اليوم لحتى يخلق طفل عنده صعوبات تعلم؟ هلا أول شيء خليني أحكي عن التعنيف إن كان بالمدرسة ولا إن كان بالبيت بسبب رئيسي. اليوم لما المعلم بيكون أول مرة بفوت على الصف وما عنده هاي الخبرة كلنا كمعلمين كلنا هاي فبصير بيكون صعب عليه يكتشف انه هي صعوبة التعلم ولا عدم تحصيل اكاديمي. انا هي كنت بدي اسالك عنها قال اليوم نحن كيف نحن قادرين نحكم على طفل عمره 6 سنوات انه عنده صعوبة التعلم من دخوله المدرسة وخاصة في اطفال ما دخلوا روضات ولا درسوا كيجيات فاليوم هنن غير مهيئين، اليوم نحن ما قادرين نحكم عليهم اذا عندهم او لا يعني وخاصة ضمن هذا المنهاج يعني. تمام اليوم عم اقول لك لما انا من تجربه شخصيه لما فتنا على الصف اول مره في اليوم انا غير قادر ببساطه اني انا اميز بين صعوبه التعلم وعدم التحصيل الاكاديمي. هلا هي بتيجي مع الخبره بس احنا اليوم لازم نعرف اكثر عن هي القصه مشان اقدر اتعامل مع الطالب بشكل صح. لما بقدر اميز بين عدم التحصيل الاكاديمي وصعوبه التعلم بصير في فرق بالتعامل. عدم التحصيل الاكاديمي له اسلوب وصعوبه التعلم له اسلوب. يعني اليوم قلت لك التعنيف اساسي فلما بكون انا عديم خبره تمام فممكن عنف هذا الطالب فبدال ما يجي عالجه بزيد الحاله عنده وبيروح باتجاه حاله نفسيه ممكن قلت لك يتسبب له اكتئاب. يعني التعنيف هو يمكن يكون السبب الرئيسي بطفولته عمل له صدمه نفسيه. هلا فيني اقول انا اذا بدي احكي عن الاسباب ما قبل الولاده او ما بعد في كمان جينات وراثيه القصه. هلا في شوي دراسات بتقول انه الجينات الوراثيه لها دور تمام تعاطي الام للكحول والمواد المخدره اثناء الحمل ممكن ممكن تعرض الولد باي مرحله من مراحل عمره لضربه على راسه مثلا ممكن تاثر على دماغه. خليني اقول العلاج الله لا يقدر يعني اذا في طفل مصاب بالسرطان فالعلاج الكيماوي الاشعاعي بياثر عليه. سوء التغذيه كمان العادات الصحيه اللي ما أنا سليمه الطفل بيسهر مثلا كل هدول بياثروا بشكل او باخر على صعوبات انه هذا الطفل يصير عنده صعوبات تعلم. بس من خبرتي خليني اقول التعنيف له دور كبير بصعوبات التعلم. لما الطفل بخاف من الاستاذ او من الانسه فبصير عنده كثير مشاكل ما عاد بيتقبل الماده ما عاد بحبها ما عاد له خلق يروح على المدرسه. هون دور المعلم يعني يعرف كيف يحتويه يعني تمام هو بطبيعته في رهبه تمام. بس اليوم انا على قد ما بكون عم اسس صح لهذا الطفل تمام على قد ما ببني صح صحيح. فهي هون الحكايه. فانا بالنسبه لي اليوم التعنيف اساسي هلا يعني اجتماع الظروف كلياتها سبب والتعنيف سبب لحاله فهذا بالنسبه لي السبب الاساسي انه انا اليوم ليش ممكن يكون عندي صعوبات تعلم. لما الطفل بحب الاستاذ غير لما الطفل ما بحب الاستاذ او الانسه. فاليوم لما بيكون هو ما بيعرف الفكره او ما وصلته لما ما بيكون لما بيكون في تعنيف ما بيسترجي يرفع ايده بيقول له انه خاف. ممكن تعدلي تمام فبيخاف فبدال مثل ما قلتي بدال ما انا عالج انا عم زيده بس لما بيكون في هيك جو محبه والفه وحنان بين المعلم والتلميذ فما عنده مشكله انه يرفع ايده يقول لي عدلي مره واثنين وثلاثه لما بيستوعب فعلا هذا المعلم اللي هو واقف قدام هذا الطفل انه هذا عنده مشكله بتحصيل اكاديمي او صعوبه تعلم. يمكن حتى هذا الطفل بيخجل يعبر انه هو ما فهم يعني كثير بنسمع دائما الاستاذ بيقول مين ما فهم ما حدا بيرفع ايده مع انه نصه بيكونوا ما حدا فهمه. هلا هي بقى بتيجي على الخبره بالصف الاستاذ كيف لما انت نحن اليوم ما فيني بقول له انا للطالب انه مين ما فهم فلهيك نحن عندنا شيء اسمه مين عنده تقويم سؤال؟ مرحلي تمام. انا ما بقول له انا مين عنده سؤال فانا اليوم لما بعطي الفكره اذا انا متدرج صح بالدرس فعندي شيء اسمه تقويم مرحلي لما بسال وبقارن بين عدد الطلاب اللي رفعوا ايديهم اللي جاوبوا على السؤال او اللي ما رفعوا ايديهم فانا بعرف انه اليوم انا لازم اعيد الفكره او لازم ما اعيد.
فهي هون القصة. على السؤال هو أنا بالنسبة لي ما أنا أكاديمي إنه مين عنده سؤال، فمثل ما قلتي بجوز حدا يسأل سؤال يخاف من تنمر رفقاته اللي حواليه. تمام، هي كمان سبب إذا بدك من أسباب صعوبات التعلم. يا ما في أسئلة بتضل ببالنا وما بنسألها. تمام، فاليوم لا، خليني أنا كمعلم مارس تسلسل درسي. طيب. صح، خليني نوصل للفكرة. ارجع لموضوع الأهل يلي ذكرته حضرتك بالبداية، يعني مثل ما ذكرت ممكن المعلم هو ينتبه لموضوع صعوبات التعلم ويروح يخبر الأهل، والأهل يقولوا لا أنا شو عم يحكي هذا، أنه أنا ابني ما عنده هي المشكلة، ونتيجة الوقت يعني يلي بيقضي الطفل أكيد بالأسرة أكيد هنون الملجأ يعني حتى يكتشفوا هي المشكلة أو حتى يعالجوها. خلينا نقدم نصائح للأهل لكل حدا عنده طفل عم يعاني من موضوع صعوبات التعلم. هلا النصيحة الرئيسية اللي قلت لك اياها انه انا احتويه وحبه مثل ما هو، هي اساسي. انا ابني لانه هي المشكلة ما راح تروح تماما يعني. فانا راح احبه مثل ما هو وساعده، كيف بدي ساعده؟ فانا لازم اعرف كل شيء عن صعوبة التعلم اللي هو بيعاني منه، ان كان عسر قراءة، ان كان عسر كتابة، اي شيء. فانا لازم اعرف كل شيء بقدر مفهوميتي خليني اقول، وكاهل اعرفها لهي القصة مشان اقدر ساعد ابني. ثاني شيء عدل له عاداته، اذا ما عنده عادات سيئه مثلا نوم اكل شرب، هدول القصص اللي بتاثر عليه فلازم دير بالي عليه. اتعاون مع المدرسه بشكل اساسي. تمام، لان بجوز مثل ما تفضلت وحكيت الانسه انه انا اليوم ممكن المدرسه الاستاذ او الانسه يكتشفوا صعوبات التعلم الاهل مو مبينين عليهم، فانا لازم يكون في عندي تعاون بيناتهم. بالاخير كل هدول بيأدوا انه انا هذا الطفل ساعده، الهدف الرئيسي انه انا ساعد هذا الطفل ليوصل لمرحلة يتخلص من الآثار السلبية تبع صعوبات التعلم. دائما نحن بنرجع نقول الأهل هنن العامل الأول بتقويم سلوك هذا الطفل، واليوم التعنيف للأسف مو بس هو سبب بصعوبات التعلم، يمكن إذا بنرجع لكل الحالات النفسية للشباب نرجع للتعنيف وبنرجع للطفولة. نشكر حضورك لليوم وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كثير لك وأهلا وسهلا بك. شكرا.